نذير الشؤم ذو اللون الأسود والشكل القبيح، تلك هي الصورة الذهنية لدى أغلب الشعوب عن الغراب. مؤخراً أثبتت الدراسات أن الطائر الذي علم الإنسان الدفن يعد أحد أذكى المخلوقات بعد الإنسان والدولفين، ما جعل الغربان تعيش بما يعرف لدى بني البشر بالعقد الاجتماعي، بل تعقد محاكمات للمتهمين حال الخروج عن قوانين العدالة الفطرية. وفقاً للعلماء والمعنيين بدراسة سلوك الطيور، فإن الغربان تعقد المحاكم في الحقول الزراعية، إذ يجلب المتهم تحت حراسة مشددة لينكس رأسه ويخفض جناحيه فور بدء المحاكمة ويبدأ بالنعيق اعترافاً بالجريمة. وتملك الغربان دستوراً لإقرار العقوبات بناءً على 3 جرائم، فتحكم بنتف الريش حال الإدانة بسرقة طعام الغربان الصغيرة، وتكتفي بالإلزام ببناء عش جديد للمدانين بهدم عش غراب آخر، في حين تطبق عقوبة الإعدام على المدانين بالقتل أو الاعتداء على أنثى غراب آخر أو ما يعرف لدى البشر بالاغتصاب. يجتمع سرب من الغربان حول المجرم فور صدور الحكم، ويبدأ ضربه بالمناقير الحادة حتى الموت، ثم يحفر له قبر ويدفن.